خلصتي الغدا ولا لسه؟ هو يا ولدي، لا ما عملتش غدا النهارده. ايه ده، انا جعان قوي النهارده. همام نسي يجيب اكل مع المدرسه، فانا اديته نص سندوتشاتي. احنا معزومين على الغدا في بيت عمك، اصل شبلي ابن عمك اتخرج من الكليه وعاملين له حفله النهارده. ايوه كده، دي العمه تكينة احسن واحده بتعمل ملوخيه وكشك في النوبه كلها. بتعمل الملوخيه احسن مني يا بكار؟ ها، لا انتي احسن. ازاي يعني؟ ايوه كده. مبروك يا شبلي، انت اتخرجت من كلية ايه بقى؟ من كلية الفنون الجميلة قسم نحت. ودي تشتغل بيها ايه؟ بنا ولا مجاول؟ لا، ده بيقول لك فنون جميلة يعني هيزرع بلح جميل. ايه ده، انتوا بتتريقوا عليا؟ عيب يا شبلي، دول جايين يباركولك وبيهزروا معاك. هيشتغل نحات يا عم جردوني او مرمم اثار. اهو العيل الصغير عارف، بس انا مش هشتغل في الترميم، انا نحات فنان موهوب. يا ابني بس ده مش شغل، المفروض تشتغل شغلانه بجد تاكل منها عيش. الاخلاص للفن شغل طبعا، وانا بدات اشتغل من دلوقتي فعلا. في ناس طلبوا مني ان انحت لهم تماثيل مجاب الفلوس، يبقى شغل ده ولا مش شغل؟ يعني انت بدات تنحت تماثيل بجد؟ طب انا عايز اشوفها. تعالى هوريها لك. ياه، ايه ده؟ ده متحف. التمثال ده اصلي؟ لا طبعا يا بكار، اني صورت الاصلي ونحت زيه، ده كان اول مشروع ليا في الكليه. ده شكله زي الاصلي بالظبط. اني بعرف اجلد اي تمثال ممكن تتخيله، بس مش هي دي الحاجه اللي انا عاوز اعملها. امال انت عاوز تعمل ايه؟ نفسي ابقى زي محمود مختار، عارفه؟ لا، ده اشهر نحات في مصر. عارف تمثال نهضه مصر اللي قدام حديقه الحيوان اللي في الجيزه؟ هو اللي نحته. بص، اني ناحت واحد زيه بس صغير. ايوه انا عارفه، ده شبهه بالظبط. محمود مختار ده نحات عالمي، ليه تماثيل كتير قوي، ومعمول له متحف باسمه، مع انه مات صغير سنه 1933، لكنه مشهور جدا وله شغل كتير. اني بقى نفسي اعمل تمثال ويبقى مشهور زي تمثال نهضه مصر كده. ان شاء الله تبقى زيه. والتمثال ده هو اللي عمله؟ لا، ده الشغل اللي حكيت لكم عليه. قابلت واحد وطلب مني اجلد له التمثال اللي في الصوره دي، وهيديني 250 جنيه. بس خلي بالك لا يكون بيتاجر في الاثار المزوره. لا ما تخافش، هو قال لي انه بيجربني الاول، ولو عجبه شغلي هيطلب مني تماثيل كتير يبيعها في المحلات والبازارات للاجانب. طب هو ينفع الون معاك التمثال؟ اصلي بحب الرسم والتلوين جدا. اوعدك يا بكار، لو الراجل عجبه شغلي هجيب لك الوان مخصوصه بالفلوس اللي هيديها لي، وهخليك تلون التماثيل وتتعلم وتساعدني كمان. بجد؟ هي يا رب يعجبه شغلك يا شيب.